فراى الرسول امرا شديدا فقال من عنده وكان فقام من عنده وكان قد راى العسكر وما هو عليه من القوه والتجمل وكثره السلاح والدواب وغير ذلك وليس عنده ما يقاربه فعلم انه ان قصدهم اخذ بلادهم فعلم هذا الامير ان قصدهم ان قصد صلاح الدين بلاد قلج اخذ البلاد فأرسل الأمير إليه أي فأرسل إليه أي فأرسل الأمير إليه إلى صلاح الدين من الغد يطلب أن يجتمع به فأحضره فقال صلاح الدين أحضر الأمير سمح له بالمقابلة مرة أخرى فقال الأمير له أريد أن أقول شيئا من عندي ليس رسالة عن صاحبي أي ليست رسالة عن قلج اريد ان اقول شيئا من عندي ليس رسالة عن صاحبي واحب واحب ان تنصفني فقال صلاح الدين له قل فقال يا مولانا فقال يا مولانا ما هو قبيح بمثلك وانت من اعظم السلاطين يعني استفهام يريد ان يستنكر على صلاح الدين الموقف الذي هو فيه يريد ان ينبه صلاح الدين على ما هو فيه من موقف بمعنى يريد ان يقول له اليس هو قبيح بمثلك ان تقف هذا الموقف؟ واضح المساله؟ اذا هذا استفهام يريد ان ينكر عليه، يريد ان يستنكر عليه الموقف، فقال يا مولانا ما هو قبيح بمثلك وانت من اعظم السلاطين واكبرهم شانا ان تسمع الناس عنك انك صالحت الفرنج، التفت جيدا أنك صالحت الفرنج وتركت الغزو ومصالح المملكة وعرضت عن كل ما فيه صلاح لك ولرعيتك وللمسلمين عامة وجمعت العساكر من أطراف البلاد البعيدة والقريبة وخسرت أنت وعساكرك الأموال العظيمة لاجل انا اقول بين قوسين كلمه قبيحه فيها هذه الاحرف من قبيحه فيها قاف وحاء وباء وفيها هذه الاحرف لاجل كذا مغنيه لاجل فلانه مغنيه لاجل قبيحه مغنيه يقول عيب عليك عار عليك من الخزي عليك ان تخرج تجمع هذه الجيوش وتصرف هذه الاموال وتتحمل هذه الجهود وتتصالح مع الفرنج وتخرج من أجل امرأة ساقطة امرأة ساقطة مغنية لست أنا من يقول هذا ابن الأثير يقول وهذه المحاورة التي حصلت يكمل يقول له وما يكون عذرك عند الله تعالى ثم عند الخليفة وملوك الإسلام والعالم كافة واحسب أن أحد ما يواجهك بهذا أما يعلمون أن الأمر هكذا؟ يقول له أحسب ان احد لم يواجهك بهذا لكن الا يعلمون ان الامر بما قلت لك هذا خزي، هذا عار، هذا عيب، يكمل يقول ثم احسب ان قلج ارسلان مات وهذه ابنته قد ارسلتني اليك تستجير بك وتسالك ان تنصفها من زوجها فان فعلت فهو الظن بك الا تردها فهذه النخوه، هذه الشهامه عندك يا صلاح الدين لو مات قلج وأنا أتيت لك قد أرسلتني بنت قلج وقد ظلمها زوجها وأتيت إليك، ألا تنصف هذه المرأة؟ ألا تنتصر لهذه المرأة من زوجها؟ لاحظ أنا عندما أذكر المواقف أريد أن أبين شخصية المقابل شخصية العنوان القائد العالم الحاكم السلطان الخليفة القاضي الفقيه حتى نعرف أن نقيم بصورة أدق وأقرب للواقع التفت جيدا إذا ما هو رد صلاح الدين يقول فقال والله الحق بيدك وإن الأمر لك ما تقول ولكن هذا الرجل دخل علي وتمسك بي ويقبح بي تركه، لكنك انت اجتمع به واصلح الحال بينكم على ما تحبونه وانا اعينكم عليه واقبح فعله عنده ووعد من نفسه بكل جميل. لاحظ مباشره استجاب. لذلك انا اقول: احتمل بل ارجح ان ما يصدر من صلاح الدين من مواقف فيها مخالفه للشرع وللاخلاق فهي ليست من صلاح الدين من ذاته، لاحظ، لاحظ كيف هذا الامير حرك النخوه والشهامه عند صلاح الدين، لكن يوجد الشياطين ممن يوسوس للامراء وللحكام، يوجد ائمه الضلاله، يوجد الدواعش، يوجد النهج التيمي هو الذي يكفر الآخرين هو الذي يدفع الحاكم والأمير إلى سفك الدماء يقول فاجتمع الرسول بصاحب الحصن نور الدين وتردد القول بينهم فاستقر أن صاحب الحصن يخرج المغنية عنه بعد سنة وان كان لا يفعل ينزل صلاح الدين عن نصرته ويكون هو وقلج ارسلان عليه واصطلحوا على ذلك وعاد صلاح الدين عنه الى الشام وعاد نور الدين الى بلاده فلما انقضت المده اخرج نور الدين المغنيه عنه فتوجهت الى بغداد واقامت بها الى ان ماتت.